السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم بيض معمر بالشحمه اللي غنحتاجو فيه المقادير التاليه. غنحتاج انا هنا عملت كاس ديال الفورص مع جوج كيسان ديال فينو او الحرش، كل على حسب كل واحد شنو كيقول ليه. غنحتاج الملح، معلقه ونص ديال الخميره ديال الدار، والماء باش نجمع الخليط ديالي. بالنسبه للحشوه هنا باش نضرب بصله، الشحمه ديال البقري، هنا فلفله حاره اختاريت هنا الحمراء والخضراء، فلفله حاره والربيع. بالنسبه للعطريه غنحتاج الابزار، التحميره، الملح، الشونيه وزيت المائده. غنمشيو دابا للطريقه. ملح، دابا غنبدا نجمع الخليط ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما عجناها غنغطيها ونخليها ترتاح مزيان. عاد باش دابا نمشيو، عفوا دابا نمشيو للحشوة. انا هنا ضفت المكونات كاملة ما عدا الشحمة، نقيطة ديال الزيت على حسب الشحمة ميدمة، ونضيف العطرية. بعد ما تشحرت البصلة ديالنا مزيان والمكونات الأخرى، نضيف الشحمة مزيان ونفعلها. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما خمر البطبوط ديالنا ونقطع بريسات اللي بغيت، نخليهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق ومن بعد نعمرهم. كما تشاهدوا معايا نقرصها، ندير العمارة ديالي الوسط،
غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع، عاد نكرسها كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما خمر البطبوط ديالنا انا شعلت ليه على المقله، بعد ما سخنت نرمي الفطور ديالي حتى نحس به الطابع على الجهه الاولى ونقلبو على الجهه الثانيه. كتشاهدوا معايا سيداتي البطبوط ديالنا هو هذا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.